ويعني تقريبا المفروض انه الشتاء خلص والنهارده اول يوم في فصل الربيع، لكن امبارح كان في طقس غير مستقر، امطار في عدد من المحافظات خاصه المحافظات الساحليه. احمد والله يا جماعه انا مش ساحليه بس، يعني اكتوبر وانا جاي النهارده كانت الدنيا مطر. صحيح. يعني انت قلتي المفروض، لكن فعليا او واقعيا ده ما حصلش حتى الان، لان الحقيقه كان في تعامل كمان سريع يمكن مع هطول هذه الامطار في عدد من المحافظات الساحليه زي انت ما ذكرتي. كان في تعامل سريع من المحليات والاجهزه التنفيذيه وشركات شركه الصرف الصحي لمنع تراكم هذه الامطار في الشوارع وتسهيل حركه المواطنين لي يعني وجود نوع من انواع السيوله المروريه، خاصه احنا بنتكلم يعني امطار في وسط الاسبوع. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من يعني كيف تتعامل المحليات وكيف تتعامل الأجهزة التنفيذية مع هذه الأمطار من خلال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الخير يا سيادة اللواء. سيادة اللواء، سيادة اللواء محمود، طيب واضح ان في مشكله في الاتصال، اكيد هنحاول ان احنا نتواصل مع سياده اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه مره اخرى، لكن يعني على اي حال دي التغيرات المناخيه. بالظبط، فكره اللي هو المفروض يخلص الشتاء لكن ما خلص. بالظبط كده، وفي توقعات انه لسه في انخفاض في درجات الحراره مع ان احنا ابتدينا خلاص في فصل الربيع، دايما متعودين في الوقت ده في السنه الجو بيبقى حلو جدا ومعتدل جدا وافضل ايام السنه من حيث طبعا الطقس، لكن واضح انه لسه في شويه ايام هتشهد انخفاض في درجات الحراره زي ما تابعنا. وزي ما انت قلت يا احمد، فكره التقلبات المتعلقه بالطقس و تغيرات المناخ. بالظبط، التقلبات والتغيرات المناخيه، كان الشتاء مستمر معانا حتى المفروض شهر 5 تحديدا، فبرضه الناس ما تتفائلش، واول ما يبقى في طقس او في حراره شويه فابتدي اللي انا اخفف علشان. صحيح. يعني دور البرد اللي ماشي اليومين دول ربنا يحفظ الكل. تقريبا معانا مره اخرى سياده اللواء محمود، صباح الخير. صباح الخير يا شعب طنط، صباح الخير يا زملائنا، صباح الخير للمتابعين جميعا. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب يعني محتاجين بقى نعرف من حضرتك يا فندم الصوره، توضح لنا الوضع اللي تشهده المحافظه حاليا بعد موجه الامطار. والله يا حضرتك احنا من يوم الجمعه جانا توقعات من هيئه الامطار الجويه. نعم. بتوقعات امطار وتغيرات عدم استقرار في الاحوال الجويه. رافعين الحاله في كل الاجهزه التنفيذيه في المحافظه بالكامل. اعتبارا من يوم الجمعة بدأت فجر السبت يعني أمطار متوسطة وغزيرة. نعم. على معظم الأنحاء في المحافظة، ويوم السبت كله كان يعني الأمطار متقطعة ولحق متوسطة وغزيرة. وبيتم التعامل ما شاء الله كل سياراتنا وكل معداتنا وتعاون كامل بكل الأجهزة عشان نتعامل مع التغيرات المناخية اللي حصلت الفترة من الجمعة حتى اليوم. يعني النهارده برضه احنا لسه رافعين الحالة، لأن برضه ما زال توقعات النهارده ان في أمطار خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية. نعم. طيب دي تقلبات في حالة الطقس بشكل عام، ولا في نوة معينة بتتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال هذه الفترة الحالية؟ والله حضرتك يا أستاذ عبد الصمد، إحنا متفقين من قبل كده إن يعني التغيرات المناخية دلوقتي بقى ما فيش توقيت محدد يعني للنوة. بيبقى في توقعات الأمطار، إنما إحنا متابعين معايا ترصاد على يعني يوم بيوم وساعه بساعه، والناس مشكورين بيبعتوا لنا الخرائط، بيبعتوا لنا التوقعات. يعني الفتره دي مسماها القديم كان اسمها نوه الشمس. نعم. اللي هي الفتره من اول يوم 18 والمده يومين اللي هي نوه الشمس في المسميات القديمه. طيب يا فندم، ابرز الاماكن بالمحافظه اللي شهدت تساقط مياه، و كمان هل في نصائح حضرتك تحب ان انت تقولها للساده المشاهدين خاصه طبعا اهل اسكندريه؟ وحضرتك زي ما حضرتك عرفت من شويه كده ان فعلا درجات الحراره منخفضه فعلا في الاسكندريه. الاماكن اللي كان فيها الامطار كان معظم المناطق، بس يمكن كان التركيز اكثر شويه على احياء شرق اسكندريه، منتزه اول ومنتزه ثاني وشرق وسط. احنا بنقول دايما لاهالينا الفتره بتاعه الامطار وسرعه الرياح وساعات بيبقى في بعض المواد العالقه في الجو، يعني يستحسن نقلل الخروج على قد ما نقدر، نقلل الحركه في الشارع على قد ما نقدر، وندي فرصه للاجهزه التنفيذيه انها تتعامل مع اي تجمعات تظهر نتيجه الامطار اللي بتحصل في الاسكندريه. نعم.
طيب عاوزين نعرف بقى كيف تعاملت الأجهزة التنفيذية في محافظة اسكندرية، وطبعا يعني في القلب منها شركة الصرف الصحي باسكندرية لرفع آثار التراكمات الخاصة بالمياه في الشوارع. استاذ ابو صبري، احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا يعني الاماكن اللي بيحصل فيها تجمعات على مستوى الاسكندريه رصدينها بالكامل ومتابعينها بالكامل، بننشر ما لا يقل عن 155 سياره ومعده وبدي في الاماكن اللي متوقع يجمع فيها مياه الامطار. التواصل على مدار الساعه بيننا وبين بعض كل الاجهزه التنفيذيه وكل الشركات المرافق وشركه النهضه بقياده معالي وزير المحافظ استاذه النواب والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء في خط ساخن ممكن يتم التواصل من خلاله؟ نعم، خط ساخن ممكن يتم التواصل من خلاله؟ طبعا يا فندم، خط ساخن ده للمواطن، انما احنا كاجهزه بنتواصل من خلال اللاسلكي، من خلال الواتساب اللي موجود بيننا وبين بعض، انما فعلا الخط الساخن بيستقبل شكاوى المواطنين، بالاضافه الى المواطن لو بلغ النجده بلغ المحافظه بتكلم بعض على طول على اللاسلكي، وبنتعامل مع اي تجمع يظهر على مستوى الاسكندريه بالكامل. هايل يا فندم، بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر. طبعا الشكر موصول لكل العاملين بشركات الصرف الصحي طبعا على هذا المجهود الكبير. اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.